واحد بيقول عندما اشتهى في لبس أن يرى الآب، قال له السيد المسيح الذي رآني فقد رأى الآب، أنا في الآب والآب في. فهل السيد المسيح هو الآب أيضا؟ لا طبعا، ليهرتقد سبيليوس اللي بتقول عليها في السؤال ده. لكن الآب حينما أراد أن يظهر لنا ظهر لنا في المسيح، ولذلك في يوحنا 1:18 الآب لم يره أحد قط، الابن الوحيد الكائن في ابن الآب هو خبر، يعني رأينا الآب في ابنه لكن مش هو. ده الأقنوم الأول وده الأقنوم الثاني.